اللهم صل وسلم. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ميزان العبد المؤمن بيده، ما جعل ميزانه بغيره، فكل من أراد أن يعرف شيئا في نفسه فذاك بيده جعله الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف قوة إيمانك ويقينك فاختبر باطنك بنفسك. إذا أردت أن تعرف ما قدرك عند الله وما لك من قدر عند الله فاعلم وعرف ما لله عندك من خوف وخشية له في قلبك. أردت أن تعرف أنك من أبناء الدنيا أو من أبناء الآخرة فاعلم ذلك بنفسك. إذا كان ما توصله من خير لإخوانك أحب إليك مما تبقيه في يدك فأنت من أبناء الآخرة، وإلا فإن كان الأمر بالعكس فأنت من أبناء الدنيا. فذلك كله جعله الله سبحانه وتعالى بيد عبده، لكن الاختبار ما يكون بالأعمال الظاهرة، فإن الصلاة يصلي البر والفاجر ويتفاوتون عند الله سبحانه وتعالى، الصوم يصوم البر والفاجر، والصدقة يتصدق البر والفاجر. هذه العبادات الظاهرة ألا يعملها البر والظاهر، حتى العلم هذا الظاهر يحسنه البر والفاجر. علم كم من فاجر ما شاء الله، حافظ للعلوم وحافظ للقرآن ما شاء الله، هو فاجر والعياذ بالله، ما يغني ذلك شيء، بل حجة الله عليه أقوى. الحجة عليه أقوى، لأن ذاك كله من علم وعمل يكون حجة للعبد عند الله وشافعا له إن صدق فيما بينه وبين الله، وإلا كان حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الاختبار يكون بالأعمال الباطنة، أي أعمال القلوب. بهنا يفحص الإنسان حالته ويعرف صدقه من كذبه، ويعرف رغبته وعشقته من غير ذلك. بماذا؟ بذلك الميزان. فإن الله سبحانه وتعالى اختص عباده المؤمنين، جعل لهم ذلك نورا في بواطنهم يميزون به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، وذاك يكون بحقيقة المعرفة وحقيقة المحبة في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، كما قال حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله ومن أبغض لله ومن أعطى لله ومن منع لله فقد أدرك حلاوة الإيمان. نعم، قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: لا تتعجل فيما أحبت أحد ولا في بغض أحد حتى تعرض أعماله على شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأحبه، فحينئذ لا تحبه إلا لله،
وإن خالفت شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فابغضه، فحينئذ لا تبغضه إلا لله، لا لهوى نفسك، لا تحب لهوى النفس ولا تبغض لهوى النفس، لا. بعض الناس لا، لا يحب، إذا أعطي أحب وإذا منع أبغض له من منعهم، وربما كان المنع في صالح لك، لأن الظالم إذا أعطاك شيء قلبك يميل إليه. فلهذا سيدنا موسى يقول الله ما لا تجعل لظالم علي يدا، حتى لا يميل، لا تميل قلبي، القلب لا يميل للظالم، لأن الميل للظالم ظلم والعياذ بالله، وتركون شريكه في ظلمه إذا كنت مؤيد لذلك الظلم حتى ولو بقلبك، الله مطلع على ما في قلبك، فكيف إذا أعنت بكلمة حتى، فإنك تكون شريك في ذلك في ظاهرك وفي باطنك والعياذ بالله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بفضل المحبة في الله وفي فضل البغض لله سبحانه وتعالى، حتى تكون ما بينهم المودة والرحمة. لهذا أول ما دخل المدينة المنورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك آخ جعل أخوة بين المهاجرين وبين الأنصار، بين الأنصار بعضهم البعض وبين المهاجرين بعضهم البعض، حتى توطنت تلك المحبة لله، بل صارت الأخوة متمكنة كأخوة النسب، حتى أن الواحد منهم صار يريد أن يشاطر أخاه في المال، قال خذ شطر المال، كما قد روي ذلك عن من آخى بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، حتى أراد أن ينزل له عن إحدى زوجاته يطلقها حتى تعتد ثم يتزوجها، قال بارك الله لك في أهلك، وأراد أن يشاطره في المال حتى النعل، قال هذه نعل لك ونعل لي، قال بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في مالك، ارشدني إلى طريق السوق بس. فخرج وبدأ تجارته من لا شيء، اشترى جمال في بثمن في الذمة وباعها برأس مالها، ولم يستفد منها غير عقولها أي الخطام حقها، ثم باع العقول كل عقال بدرهم، فاستفاد من 100 جمل 100 عقال، فصار أول رأس مال له في التجارة 100 درهم، ومات ما شاء الله، فصار ما له من الأموال يقسم بالفؤوس، من ذهب ومن فضة ومن غالية ومن غير ذلك من المثمنات، بركة بركة ذلك. يعلمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم المحبة، أن الأخوة الإسلامية هي عمود في الدين، ليس أخوة الوطن الواحد يقول هذا لا أخوة الوطني، لا تحزبات، هذا يمن يتحزب لليمن، إندونيسيا تحزب لإندونيسيا، أفريقيا تحزب لأفريقيا، لا، الوطن محمد، الوطن اسمه محمد، نتحزب لمحمد ونتجمع على محمد ونتفرق حيث أسيء لمحمد أو هتك شرع محمد، نتفرق على ذلك، وحيث اجتمعنا على محبة محمد واتباع محمد فنحن في الأخوة الإسلامية، ما تقع أخوة إسلامية على غير محمد، لا أبدا، الأخوة الإسلامية شعارها محمد ودثارها محمد. اللهم صل على محمد. الإنسان من هنا يعلم، يشوف نفسه في باطنه، هل باطنه يرغب في الخير جملة ويبغض الشر في الدنيا كله جملة، أو لا زال عنده شيء؟ إذا قال عاده يرغب في شيء من الشرور التي فيها في هذه الدنيا، فعلم أن عاد باطنه لا زال ملحق بأهل الشر. وإن قال لا، قد عزفت نفسه عن الشر كله، لكن ليس المعنى أن يكون إنسان معصوم، قد يقع في البلية وقد يقع في الخطيئة، لكن يتدارك بالتوبة فورا لله سبحانه وتعالى، ليس المعنى أنه محفوظ، لا، لكن في قلبي أنا أكره الشر هذا وأكره كل من يفعل هذا الشر، وأحب الخير للناس وأحب فعل الخير، وليس عندي مثقال ذرة في محبة له الشر، فحينئذ أعرف أن باطنه قد كمل في الاستقامة في الحب لله والبغض لله،
فمن لا أبغض في الله ما بيعرف يحب في الله، ما بتعرف المحبة في الله إلا إذا عرفت البغض لله سبحانه وتعالى، هذا يعرفك هذا. أما محبة الهوى واتباع الهوى هذا إنما هي من الشيطان والعياذ بالله. نعم، لكن إذا أحببت في الله فإن هذا من أقوى عرى الإيمان، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أقوى عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقب أصحابه في الحب في الله، وأعلم أصحابه مقام المتحابين في الله يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن لله سبحانه وتعالى عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فلما سمع ذلك الصحابة تحجب، يغبطهم على ماذا؟ على قربهم ومقامهم عند الله سبحانه وتعالى. تعجب أصحاب النبي، لكن ما تجرأوا يتكلموا. لكن قام أحد الأعراب من الأعراب من قاصية الناس فألوى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله صفهم لنا. شوف الرغبة والهمة والعشقة، لعلنا أن نتخذهم مثل أعلى لنا، ولعلنا أن نتخذهم قدوة لنا، صفهم لنا، بينهم لنا. فسر وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال لما رأى في وجه الله العشقة والرغبة والهمة العالية في طلب المقامات العاليات وطلب القرب من رب البريات سبحانه وتعالى. قال: هم من سائر الناس من قبائل شتى، لا تربطهم أي صلة ولا رع ولا قرابة ولا أرحام، لكنهم تحابوا في الله، تصافوا في الله، تحابوا في الله وتصافوا في الله سبحانه وتعالى، فأحب في بحبهم لله أحبهم الله، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم منابر من نور يوم القيامة، وجعلهم ميزهم في وجوههم نور وفي أبدانهم نور وفي ثيابهم نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. هذا حال المتحابين في الله المتصافي بالله، يجتمعون على طاعة الله. فإذا أراد منهم أحد مخالفة شرع حبيب الله قال: إما أن تعتزلنا أو نعتزلك، يلا، إما أن تعتزلنا إحنا مع السلام أو نحن نعتزلك ونخرج من هذا المجلس. فإذا قال بالخير أقبلوا عليه وأعانوا، هؤلاء هم المتحابين بالله. لكن يقول الإمام الحداد: عز في هذا الزمان، لقد عز في هذا الزمان موافق يعينك في مجد وينهاك عن سفل. هذا مثل الكبريت الأحمر اليوم، فمن وجد أحد من هؤلاء فليعض عليه بالنواجذ، فإنهم قليل ما هم وعزيز ما هم، في خصوصا في زمان الأغبر، هذا زمان الأدبر الذي كثر شره وقل خيره، وافتتن الناس بأهل الدنيا فغرهم، فصاروا يقيمون الناس بثيابهم وبعمائمهم وجببهم ولحاهم، ولا صاروا يقيمون الناس بمعاملاتهم وأخلاقهم، إنما يقيم المرء بمعاملاته وأخلاقه، ما يقيم الإنسان بجبته وعمامته ولحيته، لا والله ما يقيم. ما هذا مبادئ الإسلام، ولا هذه تربية سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هذه نظرة اللئام من البشر، يقومون الناس بهذا أو بمن يكثر أتباعه ويكثر مجلسه، يعتبرونه ناس داعي كبير هذا، لا لا لا، عامله تعرفه، انظر أخلاقه آدابه في المجالس تعرفه، هذا الذي يعتبر، هذا يقيم الإنسان بذلك، يقيم لا بكبر العمائم، ذا لا خرقة ذي بخمسين ريال، مش معقول تصير عالم بخمسين ريال يا أخي، وجبة بمئة ريال ما بتخليك عالم جبة، لا،
ولحية إذا كانت على تقوى زادتك شرف. هذا كله ظاهر جميل إذا زين باطنا جميلا، وإلا فالفاسق إذا لبس هذا اللباس فإنه يسمى شاهد زور والعياذ بالله، شاهد زور. ها؟ وكم من واحد يحمل سبحة قدام الناس هكذا وقصده أن يغر الناس ويسلب مال الناس ويثق فيه الناس ثم ينصب عليهم ويهرب، اتخذ هذا مظهر. لا، ما تقوم الناس إلا بمعاملتهم، عاملهم تخبرهم، إذا عاملته في الدينار والدرهم تعرف حقيقته. أما مجرد قال سيدنا عمر قال فلان هذا كيف تشوف فلان؟ قال والله الأخيار هذا ما شاء الله كبار بياسة. قال فين تعرف أنت؟ قال هل سافرت معه؟ قال لا. هل جاورته وخالطته؟ قال لا. هل عاملته في الدينار والدرهم؟ قال لا. قال لا كيف تعرفه أنت؟ لعلك رأيته في المسجد يبسبس بس 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 بس، ظننته ولا أنه من الأخيار؟ لا لا لا، ما تعرف الناس بهذا، معادن الناس ما تعرف إلا بهذه، بأحد هذه الثلاثة الأمور. الله يجعل ظاهرنا خير وباطننا خير، ويجعل باطننا خير من ظاهرنا، ويجعل ظاهرنا صالحا يا رب العالمين. نعم. قال فأولئك قطاع الطرق الذين يراؤون الخلائق وللورى ينافقون، يظهرون الإحسان ويضمرون البهتان، ثم بعد ذلك يريدون أن يكونوا أساتذة ومعلمين ومشايخ. أولئك قطاع الطرق، أولئك أبغض العباد لرب العباد، لأنهم يبعدون العباد عن رب العباد، وإن دعوهم بألسنتهم لكن أبعدوا الناس عن رب العباد بأفعالهم السيئة والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ولا يغرنك ما في وسائل التقاطع الاجتماعي من هذا، فإن هناك كثير من الفسقة يتابعونهم الملايين، وهذا لا يدل على أنهم أخيار. له إذا عرف الناس قد اختل في هذا، في اليوتيوب يتابعوا ملايين، وهذا في الفيسبوك يتابع ملايين، لا يغرنك ذلك. إنما يعرف المؤمن حقيقته بخبره لا بخبره. فلهذا المرء يحتاط لدينه، احتاط لدينه. فقد قال سيدنا عيسى عليه السلام يقول لو بلغت أعمالكم عنان السماء وحب في الله ليس وبغض في الله ليس ما أغنى ذلك، ما أغنى عنكم ذلك من الله من شيء، ما أغنى ذلك. ليه؟ لأنك ما تزن بميزان الشرع، كيف بتحب في الله؟ كل ذلك عندما تنظر لميزان الشرع، ميزان هذا ميزان شرع محمد، حتى تبغض في الله وتحب في الله لابد تزن أعمال بميزان الشرع. حتى الخواطر الإنسان يزنها بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتعرف أن هذا خاطر شيطاني ولا خاطر رحماني، زنه بميزان الشرع، تعرف حقيقة هذه الخواطر هل هي شيطانية أو خواطر رحمانية. أوحى الله سبحانه وتعالى إذا بعض الأنبياء أن قل لفلان العابد أكان عابدا زاهدا، أما زهدك في الدنيا فراحة تعجلتها لنفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت بي، فماذا فعلت فيما لي عليك؟ قال يا رب ما لك علي؟ قال هل وليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ أي أحببت في وأبطت في؟ أوحى الله سبحانه وتعالى سيدنا أن الله سبحانه وتعالى أوحى لبعض الأنبياء أن الله مهلك هذه القرية، فيها 60,000 من الأشرار و40,000 من الأخيار. قال يا رب ما بال الأخيار؟ قال لم يغضبوا لانتهاك حرماتي، بل واكلوهم وشاربوهم وجلسوهم، بل وعزموهم في البيوت واعتزموا عندهم في البيوت. إذن ما غرتوا لله ولا فعلتوا شيء لله، بس عند البطون ينسى،
أو إذا أعطوا بنكس نسي الغضب لله ونسي المحارم كلها، عبيد البناكس وعبيد البطون صرنا، مع أن ننكر المنكر عند البنكس، ولا عاد ننكر المنكر إذا عجبنا الطعام. ربما لو أنكرنا هذا المنكر مع بيعزمنا حفل الحول السنة الثانية بعدين، ويفكر في السنة الثانية الحول حق الثانية. مسكين مغفل هذا. أنت اسمك داعي إلى الله، إيه معنى داعي إلى الله؟ يعني تحدث الناس بما يصلح أمر دينهم، ترشد الناس إلى الصراط المستقيم، منهج الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى داعي إلى الله. ما هو معنى داعي إلى الله؟ داعي لجمع البناكس له، ولا ملء البطون له، ها؟ هذا داعي إلى الله، يعني تقرب العباد من رب العباد، وتقرب العباد من رب العباد، وتحبب العباد لرب العباد، وتحبب رب العباد للعباد. أولئك هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أولئك هم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، أولئك هم أولياء الله. فلم يكونوا أولئك أولياء لله فليس على الأرض ولي لله سبحانه وتعالى. لكن فقط عليك بالصدق والإخلاص، وأنت تحوز له الخلاص من رق النفس ومن الهوى ومن الشيطان من كل شيء. لكن اصدق في طلب المعالي لتنال كل غالي، ولا بتنال ذلك إلا بسلوكك طريق سيدنا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير الآن يتابعون التيفي فيسمع الأخبار، فربما سمع أخبارا واستحلها هوى فأيدها، وتلك أخبار الذي سمعها من أخبار الظلمة فأيد ذلك الخبر الذي سمعه، فيكون مؤيدا للظالم. وفين هذا؟ ولو حتى في آخر الدنيا، لو إنسان في أقصى المشرق وآخر في أقصى المغرب ورضي بإيذاء إنسان أو قتل إنسان فهو شريك في إيذائه، أو ظلم إنسان فهو شريك في ظلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل ولو بشطر كلمة، لو قال واحد أق وثاني قال تل، وشريكه في الإثم. وهكذا فهذه الآن التحزبات ما أنزل الله بها من سلطان، لأن كل حزب تصرفه ينسب للكل. كما لو هذا مجلس الفتوى لو كان يفتي بغير علم، يفتي بغير ما أنزل الله، فهو ينسب للمجلس كله، ينسب لهذا لكل بالحزب. هناك ما في تحزبات في الدين إلا حزب اسمه واحد بس، اسمه حزب محمد بس، حزب محمد بس، يتجمعون تحت راية محمد، لأن الوطن محمد والمرجع لمحمد. فأحذر أن يميل قلبك لظالم فتكون من الظالمين، أو تنصر ظالما ولو بكلمة ولو بخاطر ولو بقلبك، حتى تكون شريكا له في ظلمه. كما قيل لبعض التابعين: لماذا ما تروح عند هذا الأمير؟ لماذا لا تزور هذا الأمير؟ قال: أخشى أن يدنيني مجلسي، أن يقربني ويقدرني ويحترمني، فبسبب التقدير واحترام، فمن باب أولى إذا أعطانا بنكس ألا فيميل إليه قلبي، فيوده قلبي، صار قلبي يميل إليه، فيحبه قلبي، فأحشر معه يوم القيامة، فأخاف أن أحشر معه يوم القيامة لمحبتي له. كيف هذا؟ أخاف أن أحشر معه يوم القيامة لمحبتي له، فإن من أحب ظالما أو أعان ظالما حشر معه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك أن تحب ظالما. لكن الإنسان دائما بدعاء بالإجمال: اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه، صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي، صلاح للإسلام والمسلمين. فإن قد احترنا في هذا الزمان، لأن قد اختلط عليه فصار فيه الحليم حيران، فما بالك العالم الحليم حيران، فما بالك بالعوام مساكين. فإذا دعونا في خطبنا في صلاتنا فندعو بالدعاء العام حتى ندخل
ممن شارك في الدعاء للمسلمين حيثما كانوا في بلدك أو في خارج بلدك في أي مكان في الدنيا، وتدعي على من هذا الإسلام والمسلمين أينما كان في بلادك أو في أي بلاد في الدنيا. هذه هي إذا لم تستطع أن تنفع أخوانك المسلمين بمال ولا بفعل فلا أقل أن تنفعهم بالدعاء وتتحرى أوقات الإجابة لتدعو لأخوانك المسلمين حيثما كانوا حيثما كانوا حيثما كانوا. الله ينصرنا وينصر بنا وينصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، ويشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين، ويجعلنا وإياكم في حزب محمد الرؤوف الرحيم، يحيينا على محبته وعلى اتباعه، ويميتنا على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، ويحشرنا في زمرته وزمرة أهل بيته وأصحابه آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم، إنه على ما شاء بجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. الله يوفقنا للخير، الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل مجتمعنا فنتبع الهوى يا رب، واجعل لنا خيرا معاناتنا، واجعل علانيتنا صالحه رب، وفقنا لكل ما وجدنا كل ما سوى، وفقنا لما يرضيك عنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيم يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والضالين آمين. ربنا تقبل ربنا 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 تقبل وتب علينا وغفر لنا وجزنا عنهم عذاب العطاء لا تبطي يا رحمن، ارحمنا والمحبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. فالقنوط من رحمة الله من أعظم معاصي القلوب والعياذ بالله.